أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون علمه إذا وقف على بابها فقير يريد طعاما وهي تعلم عدم إذنه؟ الأشياء اليسيرة ما في مانع، تأخذ من مال زوجها الأشياء اليسيرة مثل إعطاء سائل عند الباب لقمة أو تمرة أو الأشياء اليسيرة لا بأس بها، إنما شيء كثير هذا لا، لابد من إذنها وإذن الحاكم الشرعي. نعم.